بالعودة إلى الخبر الأبرز، حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن صلابة الاقتصاد وقوة القطاع المصرفي سبب دخوله السوق المصرية. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف محمد نجم الباحث الاقتصادي. أستاذ محمد، بعد التحية، يوما بعد يوم تثبت جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي أنتجته مصر من خلال إشادات دولية تؤكد جدوى هذه الإصلاحات، كيف ترى ما وصل إليه الاقتصاد من إنجازات في ظل تلك الإشادات؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. طبعا في البداية هو الخبر الخاص بستاندرد تشارتر هو بيأتي في توقيت في حملة أو شبه حملة ممنهجة ضد الجهاز المصرفي المصري وضد القطاع المصرفي بشكل عام. الخبر بيأتي في توقيت برضو مهم، لأنه في أثناء هذه الحملة هذا الدخول وهذا الاستثمار الجديد هو بمثابة رد على كل التشكيك والأكاذيب التي تنشر بخصوص مدى قدرات وصلابة وسلامة الجهاز المصرفي ومؤشرات الأداء المصرفي في مصر، ومدى جاذبية الجهاز المصرفي والقطاع بشكل عام، القطاع البنكي، لجاذبية الاستثمار الأجنبي. ستاندرد تشارتر هو واحد من أكبر البنوك العالمية وليس فقط البريطانية، هو كمان في فترة من الفترات كان الراعي الرسمي لنادي ليفربول، وكنا بنشوفه على التيشيرت الخاص بالنجم المصري محمد صلاح. هو بنك ضخم جدا، ليس فقط مجموعة تقدم الخدمات المصرفية، لا، كمان هو مجموعة مالية تقدم خدمات مصرفية وخدمات غير مصرفية كمان، لها علاقة بالاستشارات مع الشركات، ولها علاقة بالأوراق المالية والبورصات وإدارة السلع والعقود الآجلة والعملات الرقمية. كل ما يتعلق بالاقتصاد سواء المصرفي أو غير المصرفي، سواء نشاط التجزئة أو نشاط الشركات، في كل شيء وكل التخصصات يغطيها بنك ستاندرد تشارتر. فبالتالي هذا الدخول وهذا الاستثمار الجديد والتدفقات الجديدة من بنك بهذا الحجم ومؤسسه مصرفيه بهذا الحجم هو افضل رد، افضل من ردود كثيره جدا. هو رد عملي وفعال جدا ومؤثر جدا، انه كل هذه الشائعات اللي تنتشر هذه الفتره من بدايه يناير لحد هذه اللحظه عن كل ما يخص البنك القطاع المصرفي المصري والاداء المصرفي والاداء الاقتصادي بشكل عام، كلها محض خرافات وكلها حملات ممنهجه قائمه على الاكاذيب. نعم، طيب أستاذ محمد، يعني انضمام طبعا مؤسسة مصرفية كبيرة مثل البنك البريطاني، وأيضا إشادات البنك الدولي وتوقعاته أن النمو سيصل خلال عام 2022 إلى 5.5%، ماذا تعني هذه الإشادات أو هذه التقارير؟ هذه التقارير لو كانت في حالة فقط أن هي نظرية أو إن هي مجرد كلام على ورق، ما كناش أبدا هنشوف استثمار ضخم زي استثمار اللي احنا بنتكلم عنه النهارده بدخول بنك ستاندرد تشارتر. الأهم من كده إن هذه المعدلات بيتابعها كل الشركات وكل المجموعات المصرفية وكل شركاء التنمية في العالم بيتابعها. لسنا نحن وحدنا فقط المهتمين وبنتابع هذه التقارير. وبالتالي حتى لما حضرتك تبص على البيان اللي اصدره ستاندرد تشارتر عن اداء الاقتصاد المصري وفي تبريره او في وضع الاسباب لماذا اختار مصر للدخول اليها، بيسرد ان مصر من القصص الناجحه، وان مصر مرت بفتره اصلاح اقتصادي جيده جدا، وان مصر نجحت في ان هي تكون سوق جاذب للاستثمار وان هي سوق استهلاكي كبير. لكن الاهم من كده انه السوق ضخامه حجم السوق المصري وان احنا سوق اكثر من 102 مليون مستهلك، ليس هذا فقط العامل الوحيد، لانه لو هو العامل الوحيد طب ليه ستاندرد شارتر ما دخلش في 2012 في 2013 في 2015؟ لا، هو اختار الفتره دي لان هذه الفتره جاءت بعد مرحله اصلاح اقتصادي واستقرار نقدي ومالي وامني وسياسي، وهذا امر مهم انه ليس فقط حجم السوق هو العامل الجاذب الوحيد، والا كانت على سبيل المثال دولة مثل أو اقتصاد مثل بنجلاديش أو اقتصاد مثل الهند كان تبوء على قمة الهرم الاقتصادي العالمي. لكن القصة مش بس بالعبرة بالحجم السوق، ولكن بالاستقرار، بوجود بنية اقتصادية سليمة، وجود أساسيات الاقتصاد تكون مستقرة، والوضع يكون بشكل عام آمن ومستقر لأي استثمار يأتي من الخارج. شكرا جزيلا الباحث الاقتصادي محمد نجم، متحدثا هاتفيا إلى القناة الأولى.